بسم الله الرحمن الرحيم. كاريسيمي ستودنتي del terzo anno del liceo egiziano, benvenuti in una puntata della piattaforma della lingua italiana del Ministero dell'Istruzione egiziana. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الإيطالية في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. النهاردة إن شاء الله هيكون معاكم سنيور محمود فؤاد، مدرسة الحوايات الثانوية بنات، إدارة عابدين. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا خلصنا بفضل الله المراجعة بتاعة الصف الأول والثاني، كانوا مجموعة من الحلقات شيقة جدا، فيهم تقريبا تناولنا من أول إي نومي اللي هي الأسماء لغاية آخر حاجة خدناها في سنة تانية ثانوي اللي هي حروف الجر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ البروجراما بتاعتنا بتاعت الترسو أنو، وأول أونيتا اللي هي أونيتا أونو ديل ترسو أنو، عنوانها زي ما حضرتك شايف فينشيريمو نوي. تعالوا مع بعض نفهم العنوان اللي قدامنا عشان عايزين ما نسيبش أي تفصيلة صغيرة من غير ما نوضحها لحضرتك. أول حاجة أنا عندي الفيرب الأولاني ده، الكلمة الأولانية دي فيرب، مجموعة تانية اسمه فينشرا، اسمه فينشرا، فينشرا يعني يفوز يكسب. النهاية اللي قدامي دي اللي هي إريمو، دي نهاية زمن جديد علينا. احنا خدنا قبل كده زمنين، زمن البريزنتي انديكاتيفو اللي هو المضارع الإخباري، وخدنا كمان زمن اللي هو il passato prossimo اللي هو الماضي القريب. الزمن اللي احنا هنبدأ بيه، طبعا احنا هنبدأ نشرح النهاردة ان شاء الله الجراماتيكا بتاعة أونيتا أونو، هنبدأ بالجراماتيكا ان شاء الله وبعد كده نتدرج في الشرح بتاع الأونيتا لغاية ما نخلصها. النهاية اللي قدامي دي اسمها إريمو اللي اضافت للفيرب فينشرة، فأصبح الفيرب اسمه فينشريمو، زمن مستقبل، زمن مستقبل متصرف مع الضمير نوي، فمكتوب عندك فينشريمو نوي معناها إحنا اللي هنفوز. طيب في برضو تفصيلة صغيرة عايز حضرتك تاخد بالك منها، إحنا متعودين في ترتيب الجملة الإيطالية إن إحنا نلاقي الفاعل الأول وبعد كده الفيربو، السوجيتو الأول وبعد كده الفيربو، يعني المفروض الجملة اللي قدامي دي تبقى نوي فينشريمو، يعني إحنا هنفوز. يا ترى هو ليه عمل تبديل ما بين السوجيتو والفيربو وبدأ بالفيربو وخلى السوجيتو في الآخر؟ ده في الإيطالي اسمه أسلوب تأكيد على المعلومة، يعني ممكن نترجمها اللي هو إحنا اللي هنفوز، محدش هيفوز غيرنا. تعال ناخد مثال آخر هيبقى مبسط أكتر. لو أنا وصحابي قاعدين مثلا بناكل مع بعض وأنا عايز أدفع الحساب، فما مش هقول إيو باجو أنا هدفع، لا هقول باجو إيو، يعني محدش هيدفع غيري، زي أسلوب القصر في العربي اللي هو النفي وبعدين الاستثناء. تمام كده شباب؟ يبقى كلمة فينشيريمو نوي اللي هي عنوان اليونت معناها إحنا اللي هنكسب، منتهى السيكوريتسا الفيدوتشا الثقة. طيب كويس جدا، عنوان اليونت اسمه فينشيريمو نوي. هنبدأ زي ما احنا قلنا بالجزء بتاع الجراماتيكا اللي هو اسمه إيه؟ اسمه إيل فوتورو سيمبليتشا، يعني إيه؟ يعني زمن المستقبل البسيط. وبرضو العنوان بتاع الجراماتيكا عندي بيدل على شيء مهم، طبعا حضراتكم فاهمين كويس جدا، بقيتوا شطار معايا. احنا عندنا نوعين من الازمنه، في زمن بسيط وفي زمن مركب. الزمن البسيط اللي هو عباره عن كلمه واحده، يعني مثلا عندي فيرب اسمه بارلاري، بارلاري يعني يتحدث. الفيرب زي ما حضرتك عارف مجموعه اولى، لما نشيل الآري ونحط نهايات المضارع أقول إيو بارلو أنا أتحدث، أصبح الفيرب بعد ما صرفناه في المضارع أصبح كلمة واحدة، شلت حروف وحطيت مكانها حروف، ما زودتش كلمة من عندي،
ده اسمه زمن بسيط. الزمن المركب اللي عدى علينا قبل كده اللي هو il passato prossimo مكون من كلمتين اللي هو verbo essere او avere زائد الparticipio passato، يعني الزمن البسيط عبارة عن كلمة واحدة والزمن المركب عبارة عن كلمتين اللي هو المساعد واسم المفعول. من هنا بيتضح ان الزمن اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة اللي هو الفوتورو سامبليتشي زمن بسيط. يعني ايه زمن بسيط؟ يعني عبارة عن نهايات. بس قبل ما ناخد النهايات بتاعة الزمن لازم نتكلم على parole chiavi زي ما احنا تعودنا. يعني ايه parole chiavi؟ يعني الكلمات المفتاحية، يعني الكلمات الدالة على الزمن. لما اشوف كلمة yesterday في الانجليش yesterday مش هينفع اقول I go، لازم اقول I went. يبقى في كلمات معينة بتدل على الزمن، والزمن اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الفوتورو سامبليتشي ليه كلمات دالة مهمة جدا ومميزة. اول كلمة عندي اسمها دوماني. دوماني يعني بكرة، يعني غدا. دوماني غدا. دوبو دوماني، دوبو دوماني يعني بعد بكرة، بعد غد. ستاسيرا، ستاسيرا يعني هذا المساء، النهاردة بالليل هعمل كذا. ترا أو فرا زائد فترة زمنية معناها إيه؟ معناها خلال. لما أقول مثلا فرا أون ميز يعني إن شاء الله هعمل كذا خلال شهر. خلال شهر مش معناها بعد شهر، خلال شهر يعني قبل ما الشهر يخلص إن شاء الله هكون عامل كذا. لما أقول مثلا فينيسكو لي إزامي فراونا سيتيمانا معناها أنا هخلص امتحانات خلال أسبوع. خلال أسبوع هكون مخلص، قبل ما الأسبوع يخلص الامتحانات هتكون خلصت. يبقى عندي دوماني بكرة، دوبو دوماني بعد بكرة، سيرا، وطبعا استسيرا مكونة من كلمتين، سيرا يعني مساء، وكلمة ستا اختصار كلمة كويستا، يعني بدل ما يقول لي كويستا سيرا بيقول لي استسيرا، هذا المساء النهاردة بالليل. فرا وترا وبعدها فترة زمنية معناها خلال. بعد كده بيقول لي بروسيمو، بروسيمو معناها القادم. وخلي بالك ممكن تشوفها بشكل آخر، ممكن تلاقيها بروسيما، يعني مثلا لو قلت il mese prossimo معناها الشهر القادم، لو قلت la settimana هقول la settimana prossima معناها الأسبوع القادم. اختلفت في إيه؟ كلمة il mese الشهر وكلمة la settimana الأسبوع. الشهر مذكر في اللغة الإيطالية لكن كلمة la settimana مؤنثة، فلما أقول il mese أقول il mese prossimo، لما أقول la settimana أقول la settimana prossima. ده grande، ده grande معناها عند الكبر، يعني لما أكبر. وطبعا لما أكبر دي أكيد مستقبل، يعني لما أقول مثلا لما أكبر هعمل مشروع، لما أكبر هبقى دكتور كبير، لما أكبر هشتري عربية فراري مثلا، زي ما هو قايل في اليونت، يعني مش بتكلم عن نفسي. دوماتينا، دوماتينا برضو مكونة من كلمتين اللي هي دوماني وماتينا. دومان يعني بكرة خدناها، وكلمة ماتينا يعني صباحا، يبقى كلمة دوماتينا معناها بكرة الصبح، غدا صباحا. وآخر كلمة عندي اسمها اون جورنو، اون جورنو معناها ذات يوم، يعني في يوم من الأيام. والكلمة دي لو استخدمناها في الماضي ممكن، لو بحكي حكاية في الماضي وأقول ذات يوم في يوم من الأيام حصل كذا، لكن احنا هنا بنستخدمها في المستقبل لما أحكي على حاجة لسه ما حصلتش أقول un giorno. يبقى أول حاجة خدناها في الفوتورو سيمبليتشي parole chiavi. le parole chiavi del futuro sono domani, dopo domani, stasera, fra, tra, prossimo, da grande, domattina, un giorno. تاني حاجة هنتكلم عليها في زمن المستقبل البسيط la coniugazione، التصريف. ازاي اصرف فيرب مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه في زمن الفوتورو سيمبليتشي؟ طبعا انت عارف كويس ان احنا عندنا ضمائر. اول ضمير عندي اسمه ايو، يعني انا.
وحضرتك عارف ان الفيرب بتاع المجموعه الاولى والثانيه اخره اري وايري. حضرتك طبعا بتشيل اري والايري وتحط مكانها النهايه ايرو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول ايو بارليرو، انا هتحدث، هتكلم، سوف اتحدث. ايو اريفيرو، سوف اصل. فيرب مجموعه ثانيه مثلا زي فيرب برندري، ايو برندرو. يبقى النهايه بتاعت المجموعه الاولى والثانيه نفس النهايه. دي من الحاجات اللي بتميز جدا زمن الفوتور سيمبليتشي، ان افعال المجموعه الاولى والثانيه بياخدوا نفس النهايه. طب المجموعه الثالثه يا ترى اللي هي اخرها ايره، لما نشيل الايره نحط مكانها ايه؟ ايرو. يبقى المجموعه الاولى والثانيه زي بعض، والمجموعه الثالثه بس بتختلف في الحرف الاول، بدل ما هو ايه بيبقى اي. يبقى اول نهايه عندي ايرو، الثانيه ايراي بتاعت الضمير تو. طب يا ترى المجموعه الثالثه؟ ايوه برافو عليك، زي ما انت شفت في المجموعه في التصريف الاولاني، هنغير الحرف الاول فقط، يبقى اسمها ايراي. الضمير الثالث اللي هو لوي او لي او لي بتاعت الاحترام، ايرا. طب والمجموعه الثالثه؟ ايرا. يبقى الثلاث نهايات الاولانيين اللي احنا شفناهم دلوقتي مع بعض، ايرو ايراي ايرا. المجموعة الثالثة بتختلف في الحرف الأول فقط، يبقى اسمها إيرو إيراي إيرا. فاضل إيه عندي؟ فاضل نوي وفوي ولورو. نوي المجموعة الأولى والثانية إيريمو. أيوه برافو عليك، فكرتنا بالعنوان بتاع الأونيتا اللي هو فينشيريمو. فينشيري فيرب فينشيري مجموعة ثانية، شلنا منه الإيري وحطينا إيريمو، بقى اسمه فينشيريمو. يبقى نوي بنحط إيريمو، والمجموعة الثالثة بنحط لها إي ريمو. فوي إيريتي إيريتي. لورو إيرانو، المجموعة الثالثة إيرانو. طيب كويس، احنا كده خدناهم ضمير ضمير، الست ضماير. تعالى كده نراجعهم مع بعض شفوي مع بعض. احنا قلنا إيرو إيراي إيرا، إيرو إيراي إيرا، إيريمو إيريتي إيرانو. طب لو خدنا فيرب زي بارلاري مجموعة أولى، بارليرو بارليراي بارليرا بارليريمو بارليريتي بارليرانو. تاني بأكد على حضرتك النهايات بتاعة المستقبل، في المجموعة الأولى والتانية نفس النهاية اللي هي إيرو إيراي إيرا، إيريمو إيريتي إيرانو. طب تعالى كده نشوف فيرب مجموعة تانية زي فيربو برندري يأخذ، برندرو برندراي برندرا، prenderemo prenderete prenderanno. طب لو فيرب مجموعة تالتة زي فيرب partire اللي هو يرحل أو يسافر، partirò partirai partirà. يو برافو عليك، partiremo partirete partiranno. طيب كده تقريبا احنا حفظنا وفهمنا الكلمات الدالة والنهايات بتاعة المستقبل البسيط في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. طيب يا ترى هل في عندي فيربي irregolari al futuro semplice؟ طبعا أكيد، زي كل زمن عندي في بعض الأفعال الشاذة، بس الشواذ بتوع المستقبل سهلين جدا. تعال نشوف ازاي. عندي فيربو essere بيتحول الى sa. هفهمك، تعال واحدة واحدة كده. عندي فيربو avere بيتحول الى of.
يعني انا مطلوب مني بس ان انا احفظ اسر بيبقى سا وافير بيبقى اف، ايوه، وبعد كده هنحط النهايات مع بعض. انداري اند سابيري ساب دوفيري دوف فيديري فيت فينيري فير فاري فا داري دا وفوليري فور. اوكي، تعالى بس الاول نشوف معانيهم. حضرتك فاكر اسر معناها يكون، افيري معناها يملك، انداري يذهب، سابيري يعرف، دوفيري يجب، فيديري يرى، فينيري يأتي، فاري يفعل، داري يعطي، وفوليري يريد. طيب أنا لسه كده ما صرفتش الفيربات، لأن حضرتك متعود إن تصريف الفيرب في أي زمن بيبقى عبارة عن 6 تصريفات مع كل ضمير. طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ تعال نشوف النهايات مع بعض. عندي 6 نهايات اللي هم رو راي را ريمو ريتي رانو. النهايات دي هتلاقيها ثابته في تصريف كل الشواذ. يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيرب اسر، انا قلت لك من شويه ان انت هتحوله الى سا، وبعدين تضيف النهايات دي يبقى اسمه ايه؟ اسمه سارو، يعني انا سوف اكون. سراي مع تو سرا، ساريمو ساريتي سارانو، سارو ساراي سارا، ساريمو ساريتي سارانو. طيب وافيري يبقى ايه يا ترى؟ ايوه برافو عليك، ادي الجذر بتاع الفيرب وهتضيف له النهايات دي، هي هي بدون اي تغيير، يبقى اسمه افرو افراي افرا افريمو افريتي افرانو. فيرب انداري اندرو اندراي اندرا، اندريمو اندريتي اندرانو. sapere يبقى saprò saprai saprà sapremo saprete sapranno. يبقى يكفي ان حضرتك لو عرفت الفيرب شكله بيتغير ازاي وهنضيف له النهايات الثابته دي، يبقى انت كده حفظت الشواذ بمنتهى السهوله. فيرب زي vedere يبقى vedrò vedrai vedrà vedremo vedrete verranno. فيرب venire في حرف ر والنهايات فيها ر، فهنا عندي دوبيا ر، فبيبقى اسمه verrò verrai verrà verremo verrete verranno. fare شبه essere شويه، فوق كنا بنقول sarò هنا بنقول farò، farò farai farà faremo farete faranno. verbo dare اللي هو يعطي، darò darai darà daremo darete daranno. وفيرب فوليري بيبقى اسمه فورو، فوراي فورا فوريمو فوريتي فورانو. بمعنى ان النهايات اللي حضرتك شايفها باللون الاخضر دي بتلاقيها موجوده في كل الافعال الشاذه في زمن المستقبل. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه في زمن المستقبل؟ اتكلمنا على الكلمات الداله على الزمن، اتكلمنا على النهايات بتاعه المجموعه الاولى والثانيه والثالثه، واتكلمنا على اي فيربي الريجولاري الافعال الشاذه او اهم الافعال الشاذه في زمن المستقبل. هنا بيقول لي نوتا بيني، لاحظ جيدا في معلومه مهمه جدا عايز حضرتك تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ بيقول لي هنا il presente si può usare al posto del futuro. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي ان زمن المضارع يمكن أن يستخدم بدل زمن المستقبل. زمن المضارع ممكن أستخدمه بدل زمن المستقبل حتى في وجود الكلمات الدالة على المستقبل. يعني إيه؟ بأسلوب مبسط شوية، يعني ممكن حضرتك تلاقي كلمة دوماني في الجملة اللي هي معناها غدا، وتصرف الفيرب في زمن المضارع إزاي؟ تعال نشوف المثال الأول. بيقول لي أكي أورا، أكي أورا،
في أي ساعة arriva il treno؟ يعني في أي ساعة يصل القطار؟ هو كان المفروض يقول لي في أي ساعة سوف يصل، لأن كده القطر لسه ما وصلش أصلاً. يبقى أنا لما أسأل على حاجة في المستقبل أنا ممكن أستخدم مكان المستقبل المضارع، ودي الملاحظة اللي إحنا قلناها دلوقتي. أنا ممكن أستخدم المستقبل وأقول أكيورا ريفيرا الترينو، وممكن أستخدم المضارع وأقول أكيورا ريفا الترينو، والإجابة بتاعتي برضو ممكن أستخدم فيها المضارع أو المستقبل. يبقى زمن المضارع بديل للمستقبل في أي جملة، بس بشرط أكون واثق في حدوث الزمن في الأحداث المؤكدة. أنا ممكن أستخدم المضارع لأنه بيدل على التأكد. طيب تعال نشوف مثال آخر. يولي دوماني إيه الميو كومبليانو، معناها بكرة هيكون عيد ميلادي. أنا قلت هنا دوماني إيه، استخدمت مع كلمة دوماني اللي هي دل على زمن المستقبل فيربو إسر في المضارع اللي هو كنا بنصرفه صومو سي إيه سيامو سيتي صومو. كان المفروض أقول دوماني سرا، بكرة هيكون عيد ميلادي، ولكن ممكن أستخدم بدل كلمة سرا ممكن أستخدم كلمة إيه مضارع بدل المستقبل. طب هيفيدني في حاجة في الامتحان؟ يعني الملاحظة دي ليها أهمية في الامتحان؟ طبعا ليها أهمية في الامتحان. يعني ممكن يجيب لي جملة زي اللي قدام حضرتك دي، ويحط لي هنا النقط بتاعتي، ويجيب لي أربع اختيارات ما فيهمش مستقبل مناسب، ما فيهمش مستقبل مناسب. بما إني ما لقيتش مستقبل مناسب في الاختيارات أدور على البديل فورا اللي هو المضارع، بشرط ان هو يكون مناسب للضمير بتاع الجمله. تعال نشوف مثال اخر. بيقول لي فينيسكو الكومبيتو فرا بوكو، فينيسكو الكومبيتو فرا بوكو، معناها انا هخلص الواجب كمان شويه صغيرين. طب الراجل هنا استخدم فيرب ايه؟ استخدم فيرب فينيرا بمعنى ينهي، وحط له نهايات مضارع اللي هي الاو. هل الجملة في المضارع؟ لا، هو مضارع بس يدي معنى المستقبل، لأنه استخدم هنا في الجملة كلمة فرا، زي ما احنا قلنا من شوية إن من الكلمات الدالة على زمن المستقبل كلمة فرا أو ترا وبعدها فترة زمنية. إذا كلمة فرا بوكو معناها كمان شوية، يعني المفروض كان يقول في نيرو، وهو عمل إيه هنا؟ استخدم المضارع بديلا للمستقبل زي ما احنا قلنا. يبقى الملاحظة دي ما تتنسيش يا شباب. الملاحظة بتقولي إن أنت ممكن تستخدم زمن المضارع بديل للزمن المستقبل حتى لو في الجملة كلمة من الكلمات الدالة على زمن المستقبل. طيب كويس جدا، تعال بقى نشوف قاعدة مهمة جدا اسمها البريودو ايبوتاتيكو. البريودو ايبوتاتيكو الطلبة بتوعنا بتسميها قاعدة سي. قاعدة سي معناها إيه؟ معناها صيغة شرطية. بريودو إيبوتاتيكو صيغة شرطية. إزاي؟ عندي كلمة اسمها سي معناها إذا أو لو. كلمة سي معناها إذا أو لو. تركيبة الجملة بتاعت سي بتبقى ازاي؟ بلاقي سي اللي هي بنسميها أداة شرط، يعني بيجي وراها مباشرة زمن بريزنت أو فوتورو. سي بيجي معاها بريزنت اللي هو المضارع أو فوتورو اللي هو المستقبل. ده اللي بنسميه فعل الشرط اللي هو جنب أداة الشرط مباشرة. طيب الفعل الثاني اللي هو جواب الشرط دايما بيبقى في الفوتورو سيمبلي في المستقبل البسيط. طيب شكل الجملة اللي قدامي ده ممكن
يبقى موجود بشكل آخر؟ آه ممكن يبقى موجود بشكل آخر. ألاقي إزاي بقى الشكل الآخر ده؟ هلاقي كلمة سي في نص الجملة، جايب لي قبلها جواب الشرط وهي في النص وبعدها فعل الشرط. طب الترتيب هيبقى إزاي؟ برضو عادي جدا، الفوتورو في الأول اللي هو جواب الشرط، وبعد كده سي، وجنبها على طول بريزنت أو فوتورو. يبقى كلمة سي اللي هي أداة الشرط أيا كان مكانها، سواء في الأول أو في نص الجملة، لازم يجي وراها مستقبل أو مضارع. الفعل الثاني اللي هو جواب الشرط ممكن يبقى في آخر الجملة أو في أولها، ده لازم يبقى مستقبل. تعالى نبسط الموضوع بمثال زي ما حضرتك شايف. بيقول لي سي فينيسكو الكومبيتو بريستو، لو أنا خلصت الواجب بدري أشيرو كون ماريا. حضرتك شايف كلمة سي جنبها فينيسكو مضارع أو فينيرو، ده يمشي وده يمشي، لكن جواب الشرط اللي هو الفعل الثاني اللي هو أشيرو ده دايما يبقى مستقبل. معنى الجملة لو خلصت الواجب بدري أنا هخرج مع ماريا. ممكن شكل الجملة يتغير، أيوة ممكن يقول لي أشيرو كون ماريا سي فينيسكو كومبيتو بريستو، أنا هخرج مع ماريا لو خلصت الواجب بدري. تعال نشوف مثال آخر. بيقول لي سي لا روما كونتينوا أو كونتينويرا كوزي، لو فريق روما استمر هكذا، يعني لو فرقة روما كملت بالشكل ده فينشيرا إيل كامبيوناتو، هتكسب البطولة. حضرتك شايف إيه؟ شايف كلمة سي وجنبها مضارع اللي هو كونتينوا، أو مستقبل اللي هو كونتينويرا، ده اسمه فعل الشرط اللي هو جنب سي مباشرة، والفعل الآخر اللي هو جواب الشرط محطوط في زمن المستقبل اللي هو فينشيرا. سيلا روما كونتينوا كوزي فينشيرا الكامبيوناتو. مثال آخر بيقول لي أندريمو الماري سي دوماني فا بيل تيمبو. أندريمو الماري سي دوماني فا بيل تيمبو، معناها إيه؟ بيقول لي إحنا هنروح البحر لو بكرة الجو كويس. هو الراجل حطت لي هنا سي في نص الجملة، لأن أصل الجملة كان بيقول سي دوماني فا بيل تيمبو أندريمو الماري، لو بكرة الجو هيبقى كويس إحنا هنروح البحر. شايفين إيه حضرتك؟ شايفين إن جواب الشرط اللي هو المفروض يجي في آخر الجملة هو جابه في الأول، بس برضه جابه في المستقبل البسيط، وبعد كده سي اللي هي أداة الشرط، وبعدها مضارع اللي هو فا أو فرا، مضارع أو مستقبل. يبقى احنا كده خدنا قاعدة سي اللي هي بنسميها بالإيطالي إيل بريودو إيبوتاتيكو، وعرفنا إن سي دايما بيجي جنبها مضارع أو مستقبل، والفعل الثاني دايما بيبقى مستقبل سواء جه في آخر الجملة أو في أول الجملة. طيب بعد ما فهمنا زمن الفطور وسيمبليتشي، تعالى نطبق مع بعض من خلال بعض الإزرتشيتسي المهمة جدا. تطبيق مباشر حضرتك، مش هتحتاج إلا إنك تفكر في الحاجات اللي احنا قلناها فقط، وده الشكل اللي بيجي بيه الأسئلة في الامتحان. الجملة بتقول لي un giorno نقط anch'io una Ferrari، وجيب لي الاختيارات comprerò comprerai comprerà comprerete. تعال نحلل الجملة وهسيب لك 3-4 ثواني كده تفكر، وبعد كده هنقول الإجابة مع بعض. الجملة اللي قدامي فيها كلمة دل على أزمنة، أيوة كلمة un giorno. un giorno معناها ذات يوم، جميل. ناقص ايه؟
ناقص أدور على الفاعل بتاع الجملة. إحنا متعودين إن الفاعل بيجي قبل التصريف بتاع الفيرب، بس هو هنا بيحاول يضحك عليك وبيقول لك أم كيو، أنا أيضا. يعني جايب الفاعل بعد النقط، أيوه، بيقول لك في يوم من الأيام إن شاء الله أنا كمان هشتري أونا فيراري، عربية فيراري. طيب فكر كده حضرتك، إحنا كده محتاجين زمن المستقبل والفاعل بتاع الجملة الضمير إيو. فاكر الضمير إيو كان بياخد أنهي نهاية؟ فاكر النهايات؟ أيوة أنا فاكرها، اللي هي إيرو، إيراي، إيرا، إيريمو، إيريتي، إيرانو. إذن هنختار الاختيار الأول اللي هو كومبريرو. جميل. الجملة الثانية بتقول لي كريدو كي دوماني، كريدو كي دوماني يعني أعتقد إن بكرة بيوفيرو، بيوفيراي، بيوفيريمو، بيوفيرا. أيوه، معناها أعتقد إن بكرة، والفيرب اللي مكتوب في الاختيارات عندك ده اللي هو فيرب بيوفيري، بيوفيري يعني تمطر، اعتقد انها بكره هتمطر. عايز اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ كل الجمل اللي بتتكلم عن حاله الجو تصرف مع الضمير رقم ثلاثه اللي هو الضمير الغائب لوي او لي. يعني لما اقول بكره الجو هيبقى حر اقول دوماني فرا بالتيمبو، دوماني فرا كالدو، دوماني فرا بالتيمبو، فرا فريدو. إذن أي جملة بتتكلم عن حالة الطقس أصرف على طول مع لوي أو لاي، ماليش دعوة بالأشخاص طبعا. يعني أنا محتاج التصريف رقم ثلاثة، إيرو، إيراي، إيرا. برافو عليك. إذن هنختار بيوفيرا، كريدو كي دوماني بيوفيرا، معناها اعتقد ان بكره هتمطر. كي نقط كويستا فولتا، كي معناها مين، كويستا فولتا هذه المره، الاجابه بتاعتها بتقول له كويستا فولتا باجيرو ايو، يعني السؤال بيقول مين هيدفع المرة دي؟ فهو رد عليه قال له هذه المرة سأدفع أنا، أنا اللي هدفع. كويس جدا، تعال نشوف الاختيارات. باجيريمو دي مع الضمير مين؟ واخدة النهاية إيريمو، يبقى مع الضمير، برافو عليك، الضمير نوي. باجيرو مع الضمير إيو. باجيراي مع الضمير تو. فجرة مع الضمير لوي أو لي. سجل الملاحظة دي عندك كمان، إن أنا لما أسأل بأداة الاستفهام كي يبقى على طول أصرف الضمير الفيرب مع الضمير الغائب، لأن أنا بسأل على شخص ما أعرفش مين اللي هيدفع، فأنا بقول من سيدفع، مين هيدفع، مش هينفع اتصرف مع ايو، مش هينفع اقول مين هدفع او مين هتدفع او مين، صح كده؟ يبقى معنى الكلام ان انا لما الاقي الجمله فيها اداه استفهام كي اصرف دايما مع الغائب، يعني ممكن نمره ثلاثه التصريف رقم ثلاثه اللي هو باجيرا، كي باجيرا كويستا فولتا، مين هيدفع المره دي. الجمله اللي بعدها بتقول لي لستاتي نقط جوليا باسيرا لا فاكانسا الماري، الجملة معناها ايه؟ بيقول لي الصيف نقط جوليا هتقضي الاجازة في البحر. الراجل اللي حاطط الجملة دي مصرف الفيرب في زمن المستقبل، مديله النهاية ارا، وهو عايز منك الكلمة تدل على الزمن. يا ترى ينفع اقول لستاتي سكورسا ولا لستاتي passato ولا l'estate prossimo
ولا لستاتي بروسيما؟ حضرتك فاكر معايا ان كلمة سكورسا وباساتو كانوا من الكلمات الدالة على زمن الماضي القريب، إذن مش هينفع مع زمن المستقبل استخدم كلمة دالة على زمن الماضي. اللي فاضل عندي ايه؟ كلمة بروسيمو وكلمة بروسيما. يا ترى ينفع اقول لستاتي بروسيمو ولا لستاتي بروسيما؟ ده يتوقف على ايه؟ على كلمة لستاتي. يا ترى الكلمة دي في اللغة الإيطالية مؤنثة ولا مذكرة؟ اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت وقلنا إن فصل الصيف اللي هو لستاتي مفرد مؤنث، فلازم أقول لستاتي بروسيما. الجملة اللي بعد كده بتقول لي ستاسيرا توتا لا فاميليا نقط فوري كازا، يعني بيقول لي النهاردة بالليل العيلة كلها هتتعشى بره البيت. مديني تشينيرا، طبعا ده فيرب اسمه تشيناري، تشيناري يعني يتعشى. تشينيرا نيراي تشينيريمو تشينيرانو. حضرتك عارف النهايات اللي قدامك بتاعت انهي ضماير؟ ايوه، لان انت حافظ نهايات المستقبل البسيط اللي هي ايرو ايراي ايرا ايريمو ايريتي ايرانو. كلمة توتا لا فاميليا معناها كل العيلة. يبقى السؤال اللي لازم حضرتك تجاوب عليه، العيلة مفرد ولا جمع؟ لأنها لو مفرد هاخد الاختيار الأولاني، هتعامل معاها على إنها الضمير هي، العيلة تبقى هي. لو حضرتك اعتبرت إن العيلة جمع يعني أشخاص كتير، هتعامل معاهم على انهم الضمير لورو، فهاخد الاختيار الاخراني. حضرتك شايف كلمة توتا لا فاميليا تتعامل معاملة المفرد ولا تتعامل معاملة الجمع؟ في المعنى معناها جمع، زي ما حضرتك بتفكر دلوقتي حالا، حضرتك بتفكر دلوقتي ان العيلة افراد كتير، يبقى هتتعامل معاملة الجمع. لكن احنا هنا بنحل الجملة دي من ناحية الجرامر، الجراماتيكا. بص كده حضرتك، كلمة توتا اخرها يعني مفرد مؤنث. كلمة لا فاميليا واخدة أداة التعريف لا يعني مفرد مؤنث، وكلمة فاميليا اخرها يعني مفرد مؤنث. يعني انا بتعامل مع العيلة على انها مفرد مؤنث مش جمع. اذا هقول لا فاميليا تشينيرا فوري كازا. يبقى ملحوظه كمان سجلها عندك، ان الكلمات اللي معناها جمع ولكنها واخده اداه تعريف مفرد بتتعامل معامله المفرد وليس الجمع. طيب تعال نشوف الجمله اللي قدامي دي بتقول لي ايه. بتقول لي سي فاي افانتي كوزي، لو انت استمريت بهذا الشكل نون كريدو، ما اعتقدش ان انت هتكمل او هتتخطى الامتحانات. بما ان الفيرب الاول ده اللي هو فاي، لو حضرتك فاكر فيرب انداري اللي هو فادو فاي بتصرف مع تو، اذا الفيرب الثاني هيتصرف مع تو اللي هو سوبيري راي. بعد ما خلصنا الجراماتيكا بتاعت اونيتا اونو، دلوقتي هنتكلم على سؤال مهم جدا اسمه سيتواتسيوني. سيتواتسيوني معناها مواقف. طبعا احنا في سنة اولى وفي سنة تانية كان في تقريبا في كل اونيتا سؤال مواقف كنا بنفهمه كويس، وكنا بندخل الامتحان نلاقي نفس الكلام او نفس الموقف اللي هو قالهولي تقريبا بنفس المفردات كمان. ولكن الموضوع هنا احنا كبرنا شوية، كبرنا شوية يعني انا عايز من حضرتك ان انت تفهم المضمون بتاع الموقف. المضمون يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب لي نفس الموقف بس بجملة مختلفة بكلمات مختلفة، بس نفس المعنى بتاع الموقف
جوه الجمله. تعال نشوف الموقف الاولاني، بيقول لي quando faccio progetti dico، معناها ايه؟ كلمه progetti معناها مشروعات، progetti معناها مشروعات. المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها خطط مستقبليه. خطط مستقبليه يعني ايه؟ انا بخطط ان انا اعمل ايه في المستقبل. لما اقول مثلا ان شاء الله في الصيف انا هقضي الاجازه على البحر، هل ده تخطيط؟ ايوه تخطيط طبعا، لان انت ناوي تقضي الصيف او الاجازه في الصيف على البحر. يبقى معنى هذا الموقف ان انت بتتكلم على اي تخطيط او اي حدث انت ناوي تعمله في المستقبل، ده اسمه بروجيتي. تعال نشوف الامثله. الجمله الاولانيه بتقول لي مترو دي سولدي دا بارتي بير اون نوفو تشيلولاري، معناها ايه؟ انت فاكر كلمه سولدي معناها فلوس، انت فاكر كلمه تشيلولاري معناها موبايل. فهنا الراجل بيقول لي مترو دي سولدي دا بارتي، معناها ساقتطع جزء من الفلوس، يعني هشيل شوية فلوس على جنب. يا ترى ليه؟ قال لي بير اون نوفو تشيلولاري، عشان موبايل جديد. يبقى الراجل ده ناوي يعمل ايه في المستقبل؟ ناوي يحوش شوية فلوس عشان ناوي يغير الموبايل، عايز يجيب موبايل جديد. بما ان الحدث ده لسه هيحصل في المستقبل وانا لسه بخطط له، دي معناها ان هو بيعمل بروجيتي، يعني مشروعات او خطط مستقبليه. الجمله الثانيه بتقول لي اون جورنو كومبيريرو انكيو اونا فيراري. اتكلمنا عن المثال ده من شويه في التدريبات اللي احنا حليناها، بس معنى المثال ايه؟ بيقول لي ان شاء الله في يوم من الايام، ذات يوم، ساشتري انا ايضا سياره فيراري. الراجل ده ناوي في المستقبل يشتري عربيه فيراري في يوم من الايام، يبقى ده بيعبر عن البروجيتي او المشروعات او الخطط المستقبليه. تراوم ميزه اورجانيزيرو اونا فيستا، خلال شهر انا هنظم حفله. مش هنقعد نكرر الكلام، اي حدث حضرتك ناوي تعمله في المستقبل يبقى اسمه بروجيتي. دوماني كومينشيريمو لي بروفي، دوماني كومينشيريمو لي بروفي، بكره هنبدا البروفات. يعني ايه؟ يعني احنا بكره ان شاء الله مخططين ان احنا نبدا البروفات بتاعتنا، يبقى دي اسمها بروجيتي. كويستانو، كويستانو معناها السنه دي، هذه السنه فارو اون جيميلاجيو كون اونا سكولا ايجيبسيانا، يعني السنة دي إن شاء الله أنا ناوي أعمل مشروع توأمة مع مدرسة مصرية. يبقى بما إنه بيتكلم عن حدث لسه ما حصلش وهو ناوي يعمله في المستقبل، إذا ده اسمه بروجيت. تاني موقف بيقول لي quando faccio previsioni dico، إيه البريفيزيوني دي؟ بريفيزيوني معناها توقعات أو تنبؤات، توقعات أو تنبؤات. يعني إيه توقعات؟ حضرتك ده حدث لسه ما حصلش وأنت بتتنبأ بحدوثه في المستقبل. يعني إيه؟ هقول لحضرتك أمثلة بسيطة كده. الفريق المفضل بتاعك وليكن الأهلي أو الزمالك عنده ماتش مهم الأسبوع اللي جاي، وأنت شايف إن مستوى فريقك جامد جدا، فممكن تقول إحنا هنكسب الماتش الجاي بمنتهى السهولة، الماتش لسه الأسبوع اللي جاي. ولكن لما تقول لي إحنا هنكسب بمنتهى السهولة، الماتش ده هيكون سهل جدا، ده اسمه توقعات أو تنبؤات. لما حضرتك تفتح شباك أوضتك الصبح وتلاقي السماء مليانة بالغيوم والضباب والحاجات دي والجو ساقع شويتين،
بتقول ايه كده بينك وبين نفسك، اللي هو شكلها النهارده هتمطر. هي لسه ما مطرتش، بس ده حدث متوقع من حضرتك. يبقى التوقعات او التنبؤات احداث لسه ما حصلتش وحضرتك بتتنبأ بحدوثها. انا كمدرس ممكن يبقى عندي طالب مستواه شاطر جدا ومتفوق دائما، فممكن قبل الامتحان اقول له ان شاء الله انت هتقفل الامتحان. بيحصل؟ اه طبعا بيحصل. ده اسمه ايه؟ اسمه توقع او تنبؤ. تعال نشوف الامثله. بيقول سيكوندو مي لا فيستا دي دوماني سارا مولتو بيلا. سيكوندو مي لا فيستا دي دوماني، بالنسبه لي يعني انا شايف من وجهه نظري ان الحفله بتاعت بكره سارا مولتو بيلا، هتكون جامده جدا، جميله جدا. هو حضرتك عرفت منين؟ انا متوقع كده. بناء على ايه؟ مثلا المكان اللي هتتعمل فيه الحفله، البروجرام بتاع الحفله، الضيوف المدعوين في الحفله. فانا ممكن اقول الحفله بتاعت بكره شكلها هيبقى جامد جدا. وممكن العكس، ممكن اقول سيكوندو مي لا فيستا دي دوماني نون سارا مولتو بيلا، يعني انا شايف ان الحفله بتاعت بكره مش هتبقى جميله بصراحه، شكلها كده. اوكي، مثال اخر بيقول لي كريدو كي ستاسيرا بيوفيرا. كريدو كي ستاسيرا بيوفيرا معناها اعتقد ان بكره هتمطر، او اعتقد ان النهارده بالليل هتمطر. عارف منين؟ اكيد الاجواء المحيطه بالنسبه له او الجو اللي موجود دلوقتي بيدل على انها شكلها هتمطر. او ممكن يقول لي كريدو كي ستاسيرا نون بيوفيرا، يعني اعتقد انها مش هتمطر النهارده بالليل. مثال اخر diventerai un bravo avvocato. diventerai un bravo avvocato معناها ايه؟ الفيرب ده اللي هو فيربو diventare معناه يصبح، واخد النهايه اراي، اراي متصرف مع الضمير تو، يبقى معنى الكلام انت ستصبح un bravo avvocato محامي شاطر، انت هتبقى محامي شاطر. هنفترض مثلا ان انا عندي طالب لبق في الكلام، ذكي جدا، شيك قوي، لسانه حلو كويس، عنده منطق ذكي، فممكن اقول له شكلك هتبقى محامي شاطر. انا لو عندي مكتب محاماه وعندي محامين تحت التمرين وفيهم واحد مميز، انا ممكن اقول له الجمله دي اللي هو انت في المستقبل ان شاء الله هتبقى محامي مشهور، محامي شاطر. برضو ده توقع او تنبؤ. الجمله الاخيره بتقول لي non sarà facile vincere oggi. non sarà facile vincere oggi معناها ايه؟ بيقول لي لن يكون المكسب النهارده سهل، يعني مكسب المباراه النهارده، الفوز النهارده في الماتش مش هيكون سهل. طب ده لسه الماتش ما اتلعبش، ولكن انا بتوقع الحاله الفنيه بتاعت الفريق بتاعي مش كويسه، فانا بقول لو كسبنا حتى المكسب بتاعنا مش هيبقى سهل، هنكسب بصعوبه النهارده. اوكي، تعال نشوف موقف اخر. الموقف اللي بعد كده بيقول لي كواندو فاتشو ايبوتيزي ديكو. كلمه ايبوتيزي معناها افتراض، فرض، تخمين. يعني ايه تخمين؟ هقول لحضرتك لو انا بسأل حضرتك دلوقتي مثلا على الساعه، هي الساعه كام دلوقتي؟ لو حضرتك لابس ساعه في ايدك هتجاوبني عادي، هتقول لي الساعه دلوقتي 10. لكن لو حضرتك ما معكش ساعه في ايدك ممكن تخمن وتقول لي تجي لها 10:30 تقريبا. اوكي، تعال نشوف مثال اخر بالعربي. لما تشوف شخص لأول مرة وانت ما تعرفش سنه تقول مثلا كده الراجل ده ما يزيدش عن 30 سنة. هو حضرتك تعرف سنه؟ تعرف معلومات عنه؟ لا طبعا. امال اللي انت عملته دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه تخمين. جميل. ايه الفرق بين التخمين اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي
والتوقع او التنبؤ اللي احنا سميناه من شويه بريفيزيوني، التوقعات والتنبؤات خاصه باحداث مستقبليه لسه ما حصلتش. لكن التخمين اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي او الافتراض بيتكلم عن احداث موجوده بالفعل بس انت ما عندكش فيها معلومه، ما عندكش عنها معلومه مؤكده فبتخمن. تعال نشوف مثال. سؤال بيقول لي كي اوري سونو، كي اوري سونو، الساعه كام؟ فالراجل رد عليه قال له نون لو سو، ما اعرفش، سارانو لي دوه. طب ما انت دلوقتي قلت ما اعرفش، ايه لازمه بقيه الجمله؟ انت كده بتخمن، بتقول انا ما اعرفش بس ممكن تبقى اتنين، تجي لها اتنين. جميل جدا. ولما جاوبت، خلي بالك لما جاوبت على السؤال كان المفروض لما بيسألني بسونو كنت برد بسونو، احنا خدنا الساعه في سنه اولى. لما كان بيقول لي كيوري سونو كنت بقول له سونو لي دو. في حاله لما اكون مش متاكد او بخمن ما ينفعش استخدم المضارع، لان احنا قلنا لما اتكلمنا عن المستقبل زمن المستقبل قلنا لو انت متاكد من الحدث ممكن تستخدم المضارع بدل المستقبل. في التخمين العكس، لو انت مش متاكد من الحدث بدل ما تستخدم زمن المضارع بتستخدم زمن المستقبل. تعال نشوف مثال تاني. بيقول لي ايه جوفاني، ايه جوفاني، جوفاني معناها شاب، انه شاب شكله صغير. نون افرا بيو دي فنتاني، نون افرا بيو دي فنتاني معناها سنه لا يتخطى العشرين سنة، يعني هو ما عندوش أكتر من عشرين سنة. طبعا حضرتك وحضرتك فاكرين إن في سنة أولى لما كنا بنتكلم عن العمر كنا بنستخدم المضارع. لما كنت بقول لك كوانتي أني أي كنت بتقول لي إيو أو وتو أي ولوي أ، هنا ما قالش لوي أ، قال أفرا. ليه بقى حضرتك استخدم المستقبل؟ لأنه مش متأكد من العمر. فهو قال لي هنا نون افرا بيو دي فنتاني، عمره ما يجيش اكتر من 20 سنه. ده معناه ايه؟ معناه ان هو ما عندوش معلومه عن عمره بس بيخمن او بيفترض. مثال اخر بيقول لي ما سران داتا كازا، معناها ايه؟ المال الاولانيه دي معناها ان هو مش متاكد. هنفترض ان احنا بنسال على فلانه ساره فين يا جماعه؟ فقال له ما سران داتا كازا، يعني ربما ذهبت إلى المنزل، يمكن تكون روحت. إيه اللي خلاني أعرف إن الراجل ده بيخمن؟ لأنه صرف الجملة في المستقبل، بدل ما يقول لي إيه أن داتا، قال لي سران داتا. مثال آخر بيقول لي كي كويل راجاسو، كي من يكون هذا الولد، الولد اللي هناك ده مين؟ فطبعا لو حضرتك عارف الولد اللي هناك ده هتجاوب بالمضارع، هتقول لي لوي اي دينو، انه يكون دينو، il nuovo compagno، الزميل الجديد. بما انك ما تعرفوش فاستخدمت زمن المستقبل، بدل ما تقول لي لوي اي قلت لي سارا دينو، il nuovo compagno، ربما يكون دينو الزميل الجديد. اخر موقف عندي اسمه بروميسه، بروميسه يعني ايه بروميسه؟ يعني وعود. لما تعبر عن وعد طبعا واضح من اسمه الوعود وهيتضح اكتر من الامثله. الراجل بيقول لي فابينه، حسنا دوماني فينيرو توتو، بكره ان شاء الله هخلص كل حاجه. ممكن طالب ذكي جدا دلوقتي يقول لي احنا في البروجيكتي في المشروعات والخطط المستقبليه كنا بنقول كده، كنت بقول بكره هعمل كذا، السنه الجايه هعمل كذا، مظبوط؟ ايوه مظبوط طبعا. ايه الفرق بين البروجيكتي اللي هي المشروعات او الخطط والبروميس اللي هي الوعود؟ الوعود دايما الجمله بتاعتها بتكون حوار بين اتنين، يعني اللي عرفني ان الجمله دي عباره عن وعد كلمة فابينة، حسنا أنا كده بتكلم حد بقول له
كويس اللي انت قلته ده كويس، ان شاء الله بكره هتلاقي كل حاجه خلصانه. المثال الثاني اوضح شويه، بيقول لي اي راجوني اي راجوني، عندك حق. كويستانو ستوديرو دي بيو، يعني ايه اي راجوني؟ يعني عندك حق. كويستانو السنه دي، ستوديرو دي بيو، هذاكر اكتر. يعني مثلا لو بابا او ماما بينصحك وبيقول لك السنه دي مهمه مختلفه عن كل سنه والكلام اثر فيك طبعا، فبتقول له او بتقول لها عندك حق يا ماما، ان شاء الله السنه دي هتلاقي بني ادم تاني، هذاكر اكتر من كل سنه. ده اسمه وعد. ليه سميته وعد؟ لان ده موجه لشخص بيكلمني. تعال نشوف مثال اخر، بيقول لي دا دوماني دا دوماني، من بكره. نون فارو بيو تاردي، اي جمله يا شباب تلاقي فيها كلمه دا دوماني، من بكره هعمل كذا، يبقى ده وعد. الجمله معناها من بكره ان شاء الله انا مش هتاخر تاني. كلمه فاري تاردي، فاري تاردي يعني يتاخر. كلمه نون ومعاها بيو معناها ان الحدث ده كان بيحصل وان شاء الله مش هيبقى يحصل تاني. تعال نشوف مثال اخر، بيقول لها ماما بوليرو لاميا ستانسا سابتو، ماما بوليرو لاميا ستانسا سابتو، معناها ايه؟ بيقول لها يا ماما ان شاء الله انا هنضف اوضتي يوم السبت. تعال نتخيل المثال اللي قدامنا ده من غير كلمه ماما، هيبقى ايه؟ الراجل هيقول انا هنضف اوضتي يوم السبت. كده مش هنحطه في الوعود، هنحطه في ايه؟ هنحطه في البروجيتي اللي هي المشروعات او الخطط المستقبليه، ولكن هنا بيوعد مامته ان هو هيعمل حدث معين، يبقى على طول ده اسمه بروميس. اخر مثال عندي في المواقف، بيقول لي نونو الفين ستيمانا فيرو اتروفارتي، الفين ستيمانا فيرو اتروفارتي، بيقول له يا جدو ان شاء الله في الويك اند انا هاجي ازورك. طبعا ده حوار ما بين اتنين، الولد بيتكلم مع جده بيقول له ان شاء الله هاجي لك ازورك في الويك اند، يبقى دي اسمها بروميس. يبقى اونيتا اونو اللي هي اسمها فينشيريمو نوي، احنا اللي هنكسب، كان فيها اربع مواقف مهمين جدا عايزك تفتكرهم معايا كده. كان في حاجه اسمها بروجيتي، تخطيط او مشروعات مستقبليه. كان في حاجه اسمها بريفيزيوني، توقعات او تنبؤات، اي احداث يعني هتوقعها او هتنبأ انها تحصل في المستقبل، دي اسمها بريفيزيوني. كان في حاجه اسمها ايبوتيزي، افتراض او تخمين، حاجه انا ما اعرفهاش فبخمن، الساعه، العمر الى اخره. واخر موقف اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو البروميس اللي هو الوعود، يختلف عن البروجيتي ان انا بكلم حد بلاقي في اول الجمله زي ما حضرتك شايف كده ماما نونو اي راجوني فابيني. وبكده خلصنا اول حلقه في منهج سنه ثالثه في اونيتا اونو اللي اتكلمنا فيها عن الجراماتيكا والسيتواتسيوني. كان معاكم في اعداد الحلقه سنيوره ايمان سعيد وسنيور محمود فؤاد، والمراجعه الفنيه سنيوره منال المغربي الموجه العام في اللغه الايطاليه. وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. تشاو اي الى بروسيما سيتيمانا.